ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا مشروع هنتعلم فيه الارقام، وبرده هناخد منه اكتر من هدف. مش بس هنتعلم الارقام، احنا هنتعلم العد، كمان هننمي مهارات الطفل، كمان هنزود تركيزه وهنقوي عضلات اليد، وكمان هنتعلم الالوان عربي وانجليزي. يلا بينا نبدأ يا سيلا. احنا طيب، اولا الاول احنا جبنا قبل ما نبدأ عصاية الايس كريم اللي سيلا كانت بتجيبها. احنا حوشنا شوية عصاية ايس كريم حلوة جدا، صح؟ صح يا سيلا؟ وبعد ما جمعنا عصا الايس كريم لوناها، وبعد ما لوناها جبنا كرتون وعملنا عليه الرقم وعملنا فتحة بحجم عصاية الايس كريم، وبالتالي هنشوف العدد واحد، هناخد واحدة بس ايس كريم، وكمان هنشوف لونه ايه، احمر ولا لونه ايه، وهناخد العصا، مش اي عصاية ايس كريم هنحطها، لا احنا هناخد حسب اللون. يلا بينا نبدأ يا سيلا. وده رقم كام؟ واحد. ولونه ايه؟ احمر. واحمر يعني ريد. هنختار الايس كريم، العصاية الايس كريم الحمراء اللي لونها احمر، وكده حطيناها، وكده هنقول واحد. هنقول ايه؟ واحد. عملنا الواحد. تعالي اللي عليه الدور كام؟ اتنين. اتنين. ولونه ايه؟ بني. بني يعني براون. بني يعني براون. وتعالي نعدي. يلا دي واحد. وفين العصا التانية؟ اتنين. اتنين. يلا حط في الفتحة هنا كده. برافو سيلا. وهنحط الكارت التاني ده كده، وتعالي للكارت التالت ونقول ده كام؟ تلاتة. تلاتة. طيب ناخد اللون ايه بتاع التلاتة دي؟ لونها ايه؟ لونها ايه؟ اورانج. اورانج برتقالي يعني اورانج. اورانج يا سيلا. بلو ايه يا سيلا؟ لا ده انا كده زعلان. اورانج. هناخد تلاتة عصا ايس كريم اهو، وكده اخترنا كمان الكارت بتاع التلاتة، وقلنا برتقالي يعني ايه؟ اورانج. برافو سيلا. وتعالي ناخد اللي بعده. وده على فكرة سيلا هي اللي كاتبه الارقام الصغننة دي كده، غفلتني وكتبتها، صح يا سيلا؟ غفلتني وكتبتها بالقلم العادي، بس مش مشكلة عادي، بس كويس ان هي حتى لاحظت وكتبت الرقم زيه، ودي حاجة انا فرحت بيها. هي بوظتلي شكل النشاط بس مش مشكلة. دلوقتي ده الرقم كام يا سيلا؟ خمسة. الخمسة لونها ايه؟ اخضر. ماشي جرين. برافو. اخضر يعني جرين. اخضر يعني جرين. وتعالي نعد. واحد. برافو. اتنين. حلو جدا. تلاتة. تلاتة. اربعة. اربعة. خمسة. خمسة. برافو سيلا. شوف كارت تاني، ويلا اسحبي الكارت التاني ده وقولي لي دي كام. أربعة. أربعة. لونها ايه؟ بلو. بلو يعني ايه بالعربي؟ أزرق. أزرق يعني بلو. احنا نتعلم عربي وانجليزي يا سيلا، مش تقولي لي كله انجليش بس. يبقى أربعة وأزرق يعني بلو. ونعد. ها؟ واحد. برافو. اتنين. برافو. تلاتة. تلاتة. أربعة. أربعة. وبكده خلصنا يا أصحابنا ايه يا سيلا؟ الفيديو بتاعنا، ونقول لهم نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. ما تنسوش تدعمونا. لايك لايك لايك. مع السلامة.